سند تفهم هو ورانيا باش يتقابلوا يختاروا الذهب. ياخي كلموا صاحبه متاع الفخيب قال له ايجا راني جبت دبش مزيان. سي سند كلم رانيا سألها انت وين؟ قالت له ماشي الزغا عجبني بول ايفات تق ناخذو ونجي. قال لها اوكي نتعدى نوصل لصاحبي ونتقابلوا في وسط البلاد. خرج سند ماشي لصاحبه متاع الفخيب قال نعمل طلع دبش نضيع شويه وقت حتى لين تكمل رانيا. هو يحكي مع صاحبه يشوف في القطعات اللي خليهم له ويسمع في صوت بنية تسأل فيه خويا ربي بقديش المريول؟ اغزر لها ياخي طلعت رانيا زعما باش تعمل رانيا باش تنقذ روحها من هالموقف المحرج.